يا مساء الخير. مظنا وليس به حراك، لكن أيوة. يخف متى رآك، ويميل من طرب إذا ما ملت يا غصن الأراك. إن الجمال كساك من ورق المحاسن ما كساك، وثبت بين جوانحي والقلب من دمه سقاك. الله. ظلم أقول جنى الهوى لم يجني إلا مقلتك. شوف هذه لما تسمعها يمولها محمد علي سندي الله يرحمه، تسمعها من أحمد شوقي، تقول فعلا فعلا الشعر فتنة وسحر، ولا لا؟ لا لا، والكاف المفتوحة هذه ترى ما هي كثيرة، القصائد الكافية الجيدة الجميلة. نعم نعم. والمعاني الرقيقة الحلوة. نعم. اللي تمس الروح، ولذلك شوف احنا بحاجة والله. نعم. إلى هذه الجرعات من الجمال بشكل مستمر. ابشر بعدين شوف، أنا يعجبني من يتحمل مسؤولية، احنا عندنا اليوم الكاريزما تحمل المسؤولية. يقول ظلم أقول جنى الهوى لم يجني إلا مقلتاك. احنا شاطرين نقول فاتتني الطيارة، بينما أنت اللي تأخرت. فاتني القطار، بينما القطار ما فاتك، أنت تأخرت على القطار. السؤال اللي يطرح نفسه هو ما طرح نفسه، أنت اللي طرحته. عندنا قضية أنه نهرب من المسؤولية، نتهرب بأي طريقة. أيوة لا لا، بس هنا الموضوع في عمق عاطفي أكبر بكثير من المسؤوليات. قصدي أنه نسبها وقال ظلم أقول جنى الهوى لم يجني إلا مقلتك. وش يقول مانع سعيد العتيبة؟ يقول والظلم في شرع الحبيب عدالة مهما جفى كنت الحبيب المولع. نعم، يا سيدي والظلم غير محبب، أما وقد أرضاك فهو محبب. يعني أنا صحيح. تعجبني الاعترافات، وتعجبني الإنسان اللي يحاول. إيش أقول لك؟ في أغنية البدر وعبد المحسن يقول موجه غدا بينا، احذر تبيع القلب بجراحة. شوف قال له بيع القلب بس من غير جراح، ما تغش، هذا في غشش. شوف هو 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 الشعر لو خلق من البلاغة والتصوير وقلب الصورة، يعني أصبح كلام بعيد عن الشعر. وأكذب الشعر أعذب الشعر يكذبه. يعني أنا ما أتفق كثير بعد المقولة، لكن هو الشعر عذب في كل أحواله.